بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في ترهيب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة. قال: المستوصلة المعمول بها ذلك، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. وقال الخطابي: هو من النمص، وهو نتف الشعر عن الوجه. والمتنمصة المعمول بها ذلك، والواشمة التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر ثم تحشي ذلك المكان بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها. تمعط تساقط وتنافر، فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها، يعني بشعر أو غيره. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وهذا دليل على أن الوصل لا يجوز لزوج ولا لغيره، وليس أن هذا من باب الخداع كما ظن بعض المتأخرين وقال أنه إذا كان بعلم الزوج جاز. هذا كلام باطل منكر، وهذا الحديث نص في بطلان هذا القول، حيث قال أنها تزوجت وأنها مرضت، إذا كان مرضها بعد الزواج، فكان هذا لأجل الزوج، فدل هذا على أن العلة ليست خداع الزوج ولا غيره، وإنما تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن الوصل من الكبائر ولو كان برضا الزوج أو بعلمه. في رواية أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعرها شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن الموصولات. رواه البخاري ومسلم. هذا نص أصرح في أنه كان بأمر الزوج، فلا يجوز للمرأة إذن أن تصل شعرها ولا أن تتنمص لأجل الزوج. لا تقول: زوجي يريد هذا الأمر وأنا أطيعه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن النمص والوصل من باب واحد، وهو باب تغيير خلق الله. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر. القصة اللي بنسميها نحن القصة هي مقدم شعر الرأس الذي قد يقبل على الجبهة. قال: وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي. حرسي يعني واحد من الحرس أو منسوب إلى الحرس. لما وجدها وضعها في يده أو جعلها في يد هذا الحرسي حتى يخطب الناس على المنبر. قال: تناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا دليل على وجوب أمر العلماء بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وجوبا أشد من وجوب غيرهم، لأنهم أهل العلم، حيث قال: أين علماؤكم؟ هذا يدل على واجب العلماء في الدعوة إلى الله. وهذا دليل على أن هلاك الأمم بالذنوب، إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قد يظن البعض أن هذه أمور لا يعذب بها العامة
ومع ذلك فهذا الحديث يثبت أن هذه الكبائر إذا انتشرت فإن الله عز وجل قد يهلك الأمة بأسرها والعياذ بالله، ويعاقب الجميع ببعضهم بذنوبهم وبعضهم بسكوتهم. وهلاكهم كان بتسلط الأعداء عليهم، فكم في المسلمين اليوم من أسباب للهلاك؟ تسلط الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية البخاري ومسلم عن ابن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، شعر مكفوف مضموم على بعضه، فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغه فسماه الزور. هذه في مسلم، وأقول في رواية البخاري ومسلم، وفي أخرى البخاري ومسلم أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، فقال معاوية: ألا هذا الزور؟ لعله الحرسي جاء بهذه القصة الكبة من الشعر وجعلها على عصا ليرفعها ليرى الناس ما حذر منه معاوية. وهذا دليل على نصيحة ولي الأمر ووجوب أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. نصيحة ولي الأمر للرعية ينصحهم ويحذرهم، هذا واجبه ومسؤوليته أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر كما فعل معاوية رضي الله تعالى عنه. هذا دليل على أن الشعر أو الخرق الأقمشة، بمعنى لو كانت الباروكة مصنوعة من ألياف صناعية أو من شعر ليس آدمي أو من شعر حيواني أو غيره، فإن ذلك كله يكون من الزور طالما أنه المقصود به تكثير الشعر. وأما ما كان من زينة كما تلبس الفتاة في يومك أو شريط أو نحو ذلك لا يراد به تكثير الشعر وإنما يراد به التزين فليس من هذا الباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بقصة، يعني قصة أو قصة، فقال: إن نساء بني إسرائيل كن يجعلن هذا في رؤوسهن فلعن وحرم عليهن المساجد. رواه الطبراني في الكبير والأوسط من رواية ابن لهيعة، وبقية إسناده ثقات، وابن لهيعة فيه ضعف لكن حديث شاهد لما قبله. الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. شعر جفون العينين يجلو البصر، يعني يوضحه ويقويه. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. صححه الشيخ الألباني دون قوله وزعم، صحح اكتحل بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. رواه الترمذي وقال حسن صحيح حسن، والنسائي وابن حبان في صحيحه، ولفظهما قال: إن من خير أكحالكم الإثمد إنه يجلو البصر ينبت الشعر. وقف على هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثمد ينبت الشعر ويجلو البصر. رواه البزار وروايته رواية الصحيح. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. رواه الطبراني بإسناد حسن. قال: كتاب الطعام وغيره. الترغيب في التسمية على الطعام، الترهيب من تركها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعامه في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. يعني الستة كان فيهم الطعام، جاء أعرابي فأكله بلقمتين وانتهى الطعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى كفاكم. سبحان الله، قلة البركة بوجود فرد واحد وسط سبعة لم يسمي الله ودخل معه الشيطان. سبحان الله، هذا أمر عجيب. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وزاد فإذا أكل أحدكم طعامه فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وهذه الزيادة عند أبي داود وابن ماجة مفردة، يعني في حديث مستقل. وجود بعض من يبعد عن ذكر الله ربما يضر المجموع، وهذا الضرر في الحقيقة ضرر دنيوي عليهم، والمؤمنون الكمل لا نقص عليهم في دينهم وثوابهم في الآخرة، ولكنه من ضمن البلاء، كما قال عز وجل عن هزيمة المسلمين يوم أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكان البلاء عاما، وكانت الشهادة نفعا عظيما لمن استشهد، وكذا الجراح لمن جرح، والثبات لمن ثبت، ولكن وجود طائفة تريد الدنيا كانت سببا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يتأمل يعني سورة براءة ونزول معامة آياتها في 80 رجلا من 30,000، 80 رجلا من المنافقين من 80,000، يدلك على خطر وجود طائفة المنافقين. فكيف بأحوالنا؟ نسأل الله العافية. مجرد رجل واحد لم يسمي الله أكل الطعام بلقمتين. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. يخاطب الشياطين أمثاله. قال وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا دليل على أن الشياطين تدخل إلى بيوت البشر ولو كانوا مسلمين، وكذلك تأكل معهم وتمنع حصول البركة في المنام وفي الطعام، ولذلك يحصل أنواع من المتاعب بقلة ذكر الله عز وجل. والمشروع ذكر الله عند دخول المنزل بقول القائل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، وأما عند الطعام فأن يقول بسم الله. وعن أمية بن مخشي رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فلم يسمي الله حتى إذا كان في آخر طعامه قال بسم الله أوله وآخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى فما بقي في بطنه شيء إلا قاءه. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال صحيح الإسلام. صحيح وده ضعف الشيخ الألباني. هذا دليل أيضا على حصول النقص ولو مع النسيان. الحديث معناه صحيح أن يدل على عليه ما قبله، حديث عائشة الذي ذكرناه، فإنه إذا نسي أن يذكر الله فهذا من الشيطان، لأنه يأكل معه ولو نسي ولو كان معذورا. وقد قال فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، فكان سببا في النصب رغم أنه كان عن نسيان، نسي أن يذكر لموسى
أن الحوت قد دبت فيه الحياة بعد أن كان حوتا مملحا، وأنه اتخذ سبيله في البحر عجبا، فلم يخبر موسى مع أنه ما كلفه إلا بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يرد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. موسى لم يرد التعب طول رحلة طويلة طالما كان موافقا للشرع الذي شرع له، الأمر الذي أمر به، فلما تجاوز ما أمر به نسيانا من صاحبه، وموسى غير مقصر، ولكن نسيان الفتى، وجد موسى النصب، ليثاب موسى عليه السلام، ولا إثم في ذلك، ولكن لنجد ولنعلم أن الشيطان قد ينسينا ويجعلنا نترك شيئا من ذكر الله سبحانه وتعالى ولو نسيانا، فيحصل له بذلك ما يريد. وفي هذا أيضا التحذير يعني من التهاون في التسمية، لأنه لا شك أن إذا قاء الشيطان فهذا أمر قد تعافه النفس، ومع ذلك فالمقصود به أنه ينتفع الإنسان بطعامه كله، لأنه ليس في كل الطعام النفع، وكم من إنسان يأكل ولا تهضم معدته الطعام ويظل كما هو، بل ربما يكون ثقيلا عليه وضررا عليه، وقد يأكل طعاما يسيرا يكون فيه البركة. فطعام الشيطان نحن لا ندري كيف يكون، وإنما يحصل كثرة بركة إذا لم يأكل الشيطان، وتحصل قلة بركة أو انعدامها إذا أكل الشيطان. وعن حذيفة هو ابن اليماني، حذيفة اليماني رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا معه عليه الصلاة والسلام وطلبا للبركة. قال: وإنا حضرنا معه طعاما فجاء عربي كأنما يدفع، غير متأدب، كأن أحدا يدفعه لينقض على الطعام. قال: فجاء عربي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، معناها طفلة، ومع ذلك فكانت تدفع. وقال: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيطان كانت في يد العربي ويد الجارية مع يد النبي عليه الصلاة والسلام يدفع بهما، دليل على تلبس الشيطان بكثير من أحوال الإنسان من غير أن يكون صارعا له، بأحوال عادية. البعض يظن أن كل الناس مصروعة، كل الناس عندها عفاريت، وليس الأمر كذلك، دي أحوال عادية لجميع البشر. الشيطان يدفع في يده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في إذا دخل أحدكم مسجد بسهام فليمسك بنصالها، وقال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بحديدة، فلعل الشيطان ينزغ في يده، أو الشيطان ممكن يحرك يدفع يد الإنسان بإرادة من الإنسان أيضا، ليس كره ولكن يزيد فيها. وهذه أحوال تدل على أن الشيطان متربص بالإنسان لا يتركه، وأكثر الناس في غفلة عن يعني ملابسة الشياطين لهم في كثير من الأحوال، ولا ينتبهون إلى عداوته، ولذلك كثير جدا من التصرفات تصرفات شيطانية ولا معنى لها إلا ذلك، والناس يتابعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث رواه مسلم والنسائي وأبو داود. قال الحافظ: ويأتي ذكر التسمية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الحمد بعد الأكل. قال: الترهيب من استعمال أواني الذهب أو الفضة وتحريمه على الرجال والنساء. ذكر هنا ما عليه عامة أهل العلم من تحريم الاستعمال مطلقا،
استعمال الأواني وإتلاف الفضة مطلقا إلا ما جاز من الحلية المأذون فيها، وهذا ليس خاصا بالرجال، هذا التحريم، لذا قال تحريم على الرجال والنساء. أواني الذهب والفضة، أدوات الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لا في طهارة ولا في أكل ولا شرب. طبعا الأكل والشرب منصوص عليه، والاستعمال بوجوهه المختلفة، فلا يستعمل مثلا قلما من ذهب أو من فضة، ولا يستعمل ما يسميه الناس ميدالية، إنها أداة لحفظ المفاتيح ونحوها، لأن هذا نوع من الاستعمال. هذا قول جماهير أهل العلم. قاسوا وجوه الاستعمال على الأكل والشرب، وأخذوا أيضا ذلك من عموم بعض الأحاديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والفضة: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وبعض المتأخرين هو الذي قال يقصر ذلك على الأكل والشرب، وهذا ضعيف، والله أعلى وأعلم، لأن عموم حديث هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة هما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، دل على العموم لوجوه الاستعمال. ويحمل ما ورد من ذلك على المضبط بالفضة، كما في حديث جلجل من فضة يضعون فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم عرقه، فهذا الجلجل إناء صغير، فيظهر الله أعلى وأعلم أنه كان مضببا، يعني مضافا إليه شيء من الفضة لإصلاحه أو مطليا بها، فيجوز التضبيب بيسير الفضة. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف، يجرجر في بطني يعني يحضر في بطني نار جهنم، وهذا دليل على تحريم ذلك وأنه من الكبائر. ولو كانت آنية فضة، فأكواب الفضة، معالق الفضة، أطباق الفضة، كل ذلك أمر لا يجوز. وقالوا الجرجرة صوت يحدثه البعير عند الغضب، وهو قريب من صوت وقوع الشراب في البطن، هتلاقي كركرة كده. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي أخرى: له من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. هذا التعليل دليل على صحة القياس الذي قاس الجمهور، أنه علة منصوص عليها وهي موجودة في وجوه الاستعمال الأخرى، لهم للكفار ولكم للمؤمنين في الآخرة. هل يقاس أيضا الشيخ على الذهب والفضة على الألماز وما هو أغلى؟ لا، الذهب والفضة نعم، أما الإسراف في الأواني من المعادن الأخرى وإن كانت غالية الثمن أو من الماس أو غير ذلك فهو على الأقل مكروه، ولكن لا يقاس على الذهب والفضة لأنه لم يرد بها النص. وكسر قلوب الفقراء بالذهب والفضة أكثر وأعظم، والتعالي بهما أكثر وأعظم لأنهما المشهوران، أما بريق الماس ونحو ذلك فإنما يعرف أهل الخبرة دون عامة الناس، يعني تلاقي الخاتم كده فلس ولا حقيقي، مين اللي يعرف في الألماز؟ أنا ما أعرفش، تيجي تقول لي ده بخمسة جنيه، ولا بالتالي ده بخمسة وخمسة وعشرين ألف، انا اعرفش فرق بينهم، هتلاقي اهل الخبره هم اللي يعرفوا، لكن الذهب يبان انه ايه؟ انه ذهب، عامه الناس يعرفون ذلك، وكذا الفضه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وإن تاب تاب الله عليه. لا، التوبة تجب ما قبلها. ومات تائبا، من شرب خمرا في الدنيا ثم تاب إلى الله ومات تائبا كأنه لم يشربها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير وشرب من الفضة فليس منا، ومن خبب امرأة على زوجها وعبدا على مواليه فليس منا. رواه الطبراني ورواته ثقات إلا عبد الله بن مسلم أبا طيبة، وثقه ابن حبان وقال يخطئ ويخالف، لكن هذا مما وافق فيه غيره. ليس منا دليل على أن هذا من الكبائر. أيضا الترهيب من الأكل والشرب بالشمال، وما جاء في النهي عن النفخ في الإناء والشرب من فيه السقاء ومن ثلمة القدح. ثلمة الجزء المكسور، في السقاء من فم القربة، النفخ في الإناء، النفخ في الطعام أو الشراب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. رواه مسلم والترمذي دون الزيادة، ورواه مالك وأبو داود بنحوه. والسنة أن يناول باليمين وأن يأخذ باليمين، يعطي باليمين ويأخذ باليمين. لا يأكلن أحدكم بشماله، هذا النهي الأكثر يقول على الكراهة مع أن ظاهره التحريم، وهناك شواهد تدل على التحريم، وهو الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه. ولو كان محرما وكان مكروها فقط لما دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالظاهر أن القادر على الأكل باليمين فأكل بالشمال بعد بلوغ النهي له قد ارتكب محرما، وإن تشبه بالشيطان لا يجوز، وكذا في الشرب. من كان يعني خلقته أنه يستعمل الشمال أكثر من اليمين، فإن هذا ينبغي أن يتعود وأن يتدرب على الأكل باليمين والشرب باليمين، فإن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يمكن التدرب كما يمكننا نحن وخلقتنا أن اليمين مقدمة، ودي حاجة مرتبطة ب يعني مخ الإنسان، إن الفص الأيسر له التأثير على الجانب الأيمن، وله سميها إيه الحظوة، أو له التأثير الأقوى، إن النصين المخ أصلا مش متساويين في التأثير، بحيث أن يفضل الإنسان العمل بجانب على جانب. فالإنسان الطبيعي فص مخه الشمال فيه مراكز أعلى وأقوى هي التي تحرك الجانب الأيمن من الجسم، ولذلك تجد اليمين أقوى وأيسر في العمل عند العامة. بعض الناس خلقتهم أن الجانب الأيمن هو الذي له اليد العليا أو التأثير الأقوى، فالشمال الجانب الشمال يكون عنده ميل إلى استعماله، لكن وإحنا عندنا الجانب اليمين متعودين نستعمله، نقدر نعمل بالإيه؟ بالشمال، حتى في الكتابة والأخذ والعطاء. حتى بعض الناس بيستهين، وبعض الناس بيتعلم، يقولوا له: امسك الشوكة بإيدك الشمال والسكينة بإيدك اليمين، ويعمل يقطع كده وبعدين ياكل كده وياكل كده بالشمال، زي الغرب ما عودوا الناس على ذلك، وأصبح هذا مما يسمونه بالإتيكيت، آداب الطعام عندهم، مخالفين لآداب أهل الإسلام. فليس عندنا مثل هذا الأمر. يعني المقصود أن إنسان الغالب عليه أنه أيمن، ومع ذلك يستطيع استعمال الشمال إذا تعود. فكذلك من عادته أو خلقته استعمال الشمال يسمونه أشول،
فهذا ينبغي أن يتعلم استعمال اليمين. إذا كانت مشلولة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء. فقال: أهرقها، يعني لما يلاقي قذاء يعني زي قشة مثلا، قشة موجودة في الشراب، فالرسول قال له يهرقها، يعني يقرب من فم الإناء كده ويش ينفخها، ولكن يريق الإناء حتى تسقط هذه القذاء، ما يلزموش شرب القذاء. ظاهر الحديث قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذا عن فيك، فأبن القدح، افصل القدح عن فيك، تنفس ثم ارجع فاشرب. وهذا هو السنة، أن يتنفس على أن يشرب على نفسين أو ثلاث، على مرتين أو ثلاث مرات، ويتنفس فيما بين ذلك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل. أنا معروش. ابن حيويل المصري المعافري، هذا الرجل في سنده فيه المقال ثلمة القدح الجزء المكسور منه، وهذا ربما جرح فمه أو نحو ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من فيه السقاء وأن يتنفس في الإناء، ما ينفخش فيها حاجة السخنة، يستناها، ما ينفخش في الشراب الساخن وينتظر. أي إناء؟ إناء معلقة إناء. نعم، السقاء هي القربة، إذا كان غيره يشرب منها فهي كذلك. بعض العلماء يقول أن هذا إنما نهي عنه لأجل ما يمكن أن يكون فيه من حشرة ضارة أو نحو ذلك فيضره، وفي حديث وارد لذلك. وهذا على هذا، إذا كان الإناء من قوارير من زجاج وهو يعرف ما فيه فقد يقال لا ينهى عنه، خصوصا أن حديثا ورد بهذا المعنى، وقالوا أن هذا يقذره على غيره، وبعض الناس تأنف من أن تشرب من موضع شراب غيرها. على أي الأحوال نحن نلتزم بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي النهي عن التنفس في الإناء. التنفس في الإناء أن يتنفس أثناء الشرب، ولكن يبن القدح عن فيه حتى طالما أنه لا يروى من نفس واحد، يعني يحتاج للتنفس يبين القدح لئلا يتساقط أيضا شيء من أنفه أثناء الشراب فيقذر الماء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول: هو أمرأ وأروى. هذا ليس معناه يتنفس في الإناء، ولكن في الإناء يعني أثناء الشرب يبين القدح ويتنفس ثم يعود يشرب ويبينه ويشرب، يفعل ذلك ثلاثا. وروى أيضا، رواه الترمذي وقال حسن غريب،
وروى أيضا عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا وقال هذا صحيح. قال الحافظ عبد العظيم: وهذا محمول على أنه كان يبين القدح عن فيه كل مرة ثم يتنفس، كما جاء في حديث أبي سعيد المتقدم لا أنه كان يتنفس في الإناء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناف الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يكسر فم السقاء ويشرب منه، وهذا كما ذكرنا قد يجرحه أو يصيبه، فهو نفس معنى حديث نهى عن الشرب من ثلمة القدح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فيه السقاء، فأنبئت أن رجلا شرب من فيه السقاء فخرجت عليه حية. رواه البخاري مختصرا دون قوله فأنبئت إلى آخره. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، فإن رجلا اختناثها أنه يشرب منها مقلوبة، فإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى السقاء فاختنفه فخرجت عليه منه حية. رواه ابن ماجه من طريق زمعة ابن صالح عن سلمة بن مهرام، بقية إسناده ثقات. هذا الراوي ضعيف. خنف السقاء واختنف إذا كسر فمه إلى خارج فشرب منه. وعن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال: اخنف فم الإداوة ثم اشرب من فيها. رواه أبو داود عن عبيد الله بن عمر عنه ومن طريقه البيهقي، وقال الظاهر أن خبر النهي كان بعد هذا. وقال الترمذي: ليس إسناده بصحيح، وعبيد الله بن عمر يضعف في الحديث. إذن هذا الحديث ضعيف. الثابت أنه لا يكسر فم السقاء إلى خارج ويشرب منه. أقول قولي هذا واستغفر الله. يقول بعض المتأخرين أبو النور الشوكاني أن الكحل الأصل فيه أنه للنساء ولا يستعمله الرجال إلا للتداوي فقط. الظاهر الله أعلم أنه للرجال والنساء لعموم الحديث، لأن الرسول قال عليكم وقالش عليكن، فإما ده خطاب للرجال بس، يخطب للرجال والنساء. لو كان خطاب للنساء فقط يبقى كان قال إيه عليكن بالإفند، نوع من الكحل اسمه الإفند. اسألوا أهل العطارين يا رب. السلام عليكم. إذا دخل الرجل بيته وقال بسم الله ثم ألقى السلام على من في البيت حتى وإن كان بيته خاليا، هل تجزئ عن قول دخول المنزل؟ مع أنه لا يقول دعاء الدخول ناسيا، فليتذكر ما استطاع. وإذا ذكر الله بسم الله يبقى جزء من هذا الدعاء وجزء من الثواب. إذا كان البيت خاليا بعض العلماء، لكن ليس هناك نص صريح، بعض العلماء قال يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هل الأدوات المطلية بماء الذهب من الساعات وغيرها حكم الذهب والفضة في النهي؟ إذا كان يستخلص منها ولو شيء يسير بعد الصهر فإنه يأخذ حكم الأكل واستعمال الذهب والفضة. يعني الساعة والنظارة حسب درجة الطلاء، إذا كان في المطل ده لو تسيح يخرج منه ولو شعرة ولو جزء من جرام لكان محرم.
ها؟ بلا شك حكم زرع الشعر أنا متردد فيه. طيب الدهب هتطلع كمية دهب بالتأكيد. ساعة حائط كذلك لا تجوز. لا يبيع لمن يزيل منها الذهب. يبيع هذه الأشياء لمن يزيل منها الذهب ويستخرجه. أخ بيذكر الإخوة بأهمية طلب العلم والتقيد بالمواظبة على الحضور والمواظبة على الحضور والمواظبة على الحضور. جزاك الله خير. قولوا قولي هذا، استغفر الله.